الاحترام هو عبارة عن تنشئة على احترام الذات. في مجتمعات يعاملون الطفل الصغير كأنه كبير، يكلمونه باحترام عشان ينشأ وهو يحترم الآخرين. وفي مجتمع الطفل الصغير يعاملونه معاملة سيئة فينشأ هو أيضا ما يحترم الآخرين. فالاحترام شيء ينشأ مع الإنسان. يقول بسم الله الرحمن ببدأ الرسالة، وصلوا على محمد وصحبه وآله. من بعدها يا مزنة الشعر هلي على فيافي فكرتي بالجزالة، أبغي لهم قافن يغد المسامع. يعجبه القارئ وأنا بعناله، قافن يخلي شارد الفكر صوبي، من قوته تبرد بيده البيالة. ترى الشعر لا صار معنى ومضمون، يغنيك في الغالب عن 100 مقالة. التواتر رب ما عليه علامات. لا الأمور طيبة، الأمور طيبة. وانت علي طاق انحركت. الأمور طيبة. كانت مش فعلي عندكم. والله يا ريج إني حافظها، والله إني حافظها. سبحان الله. لي مأخذ على مطلع القصيدة أنك استهللت لك حول 6 أبيات أو 5 أبيات ما دخلت في الموضوع، يعني كانت كلها تحوم حول الشعر وحالتك مع الشعر وكذا، وهذا ما يخدمك في صياغة المضمون الموضوع اللي أنت بتتطرق له. في البيت السادس يقول يمكن يصحي له ضمير مغيب ويراجع أعمال مضت من خلاله. والبيت الـ15 يقول عامله بالحسنى ولي، والعامل اللي جاء من أقصى بلاده خلك سفير من دولتك من خلاله. خلاله وخلاله ما في فرق، أظن في فرق بينهم، ما في فرق. هذا من الأخطاء اللي فهذه نطي فيها إشارة بتعلمها. أحد يعني عيوب القافية يسموها في الشعر أنك تكرر نفس الكلمة. في الشعر الفصيح يقولك بعض الأحيان 10 أبيات أو 7 أبيات، وفي الشعر النبطي غير مرغوب أبدا. يعني لما جيت اليوم شوي فيه توتر وبسيط، فلما كنت أنسى فيه كلمات بديلة، ولكن اللهم لك الحمد رجعت وقدرت أجيب الكلمات الأصلية. كل المشاهد مع محمد عظيمة، وثق لنا لمعامل الناس ميثاق محا تفاصيل الصفات الذميمة، مثل ما يجلى عتمة الليل الإشراق بالاحترام، الخصم يكسب خصيمة. ما هو صحيح الحلم هو سيد الأخلاق. أنت لو أنك قلت ترى الاحترام هو سيد الأخلاق ما عندي معكم مشكلة، لكنك أنت ألغيت الحلم وقلت ما هو صحيح الحلم هو سيد. أنت بتقول لي أنا ما ألغيتها من الأخلاق، أنت يعني ما بقول حزنك أنا خابر، لكن أنا أدري أنك تبي تقول ترى الاحترام أيضا سيد من سادات الأخلاق. نعم. لكن أنت تقول احترام الخصم يكسب خصيمة ما هو صحيح، ألغيته. الاحترام والحلم الفرق بينهم أن الاحترام يأتي من الضعيف ومن القوي، أما الحلم فلا يأتي إلا من القوي. وأعتقد أنه فكرة جميلة أن أنت تنقض مبدأ عام يعني متعارف عليه، ولكن تحتاج إلى يعني لمحة شعرية بحيث أنه أنت تقنعني أنه استبدلت هذه مكان هذه. يعني الفكرة جميلة أنه أنت تستبدل فكرة عامة نمطية، ولكن تحتاج إلى صياغة أعلى حتى تصل إلى الهدف. كنت أشوف يعني أنا في وجهة نظري أن الاحترام هو سيد الأخلاق، بس كلهم عرضوا للجنة. أنا محمد بن عجيان المجدول، عمري 25 سنة. أول تجربة لي شعرية كانت في المدرسة، كنت أكتب في الدفتر خواطر شعرية وبدايات شعرية، لكن بعد ما طالبي المدى وراحت مني سنين تسألت بيني وبين نفسي عن الدراسة، واخترت ما بين الشعر والدراسة، وقللت نسبيا من كتابة القصائد ومشيت في طريق العلم. وصلت في الدراسة مراحل دراسية لا بأس بها، وحسيت أني مختلف في الشعر كثير، كفكر، كمفردات، ككلمات. الشعر فطرة مخلوقة في الإنسان، ومهما كان انقطاعه عنها أو أسبابه، إذا رجع يبغى هو نفسه في الشعر. ترى استئذانك وشكرك ومن فضلك لها آثار، وترى المتلقي إذن تسمع وعقل يبي تأثير. مقام الشخص مهما كان ما يقبل للاستسقار، لذا حاسب تكن فضا غليظ يفر منك الغير. أحق الناس بالآداب جارك لا تجور بجار، مقامه أكبر من طويق وأكبر من جباله،
النير ووفاك بوعدك وعهدك خنق تبريرة الأعذار، ما خلى للعذر فرصة ولا احتاج الخطأ تكفير. كانت عندنا مشكلة حقيقة مع أغلب الشعار أنهم دائما يبدون حوار مع الشعر، وكنا نقول لهم يا جماعة أنتوا في تشابه بالموضوع. الحقيقة أنت طرقت نفس الفكرة ولكن بتميز. وش يمنعك تصبح المدعو سفير السلام متكملا اللي عليها سلافنا من قديم؟ يكفي يكفي من اللي عليها أفضل صلاة وسلام أحسن تعامله مع جاره لو أنه خصيم. ولجاك من كبر سنه يسبقك كم عام، من اللباقة تفهم له لو أنك فهيم، حتى لو أنك مطبق للشروط بنظام، علم والله تعالى ما بقلبك عليم. لاحظ أنك ما كنت حافظ القصيدة. والله بكون معك صريح إلى بكرة وأنا أعدل فيها، حاول أطلعها قد ما الله يومك يا ربي. أيوة جبت لنا جان حماس ما كنا متوقعين. على درجة الحفظ على درجة. شوفوا بداية القصيدة وش كانت، هنا كل الأكشن، أغلب الأكشن كان كذا. إذا تكلمت اسمعوا يا حاضرين، إذا سمحتوا، شفت كيف الاحترام؟ الأول أمر يستفز السامعين، الثاني استلطاف يدعي الانسجام، لين جنابك كل شيء لك يلين، وقسى وياتيك القسى والاصطدام، تبغي عبر عندي عبر منا إلين تقول وقف، بس أنا وضعي تمام في الفلسفة ولا رياضة الصالحين، ثقافتي ثقافة مفكر ومام، الاحترام أجمل أثر في الآخرين، به فيلسوف يقول قبلي ذا الكلام. أنت الحين دخلت قلت إذا تكلمت اسمعوا يا حاضرين. الله الله، يعني بصيغة الأمر. لا لا، بصيغة القطرسة أنت جاينا. إذا سمحتوا. ها شفت كيف الاحترام، أنت لا تمسكوني على باب واحد أنا ما بعجت مع الباب الثاني. لأني ما كتبت النص هذا ولا بالطريقة هذه، لا بشوف ردة الفعل منهم. أدائك للنص والقائك له، طريقة القائك ساعدت على فهم النص ودراك أنه نص مسرحي، مكتوب نص مسرحي. صحيح. على صيغة قصيدة. أتحاول أنك تكون نسخة من أي أحد، كن كما أنت، هذا كلام لإخواني اللي في 24. النقطة اللي كان يعني أنا أتمنى أن أنت ما أوردت هذا البيت فيها، اللي هي في الفلسفة ولا رياض الصالحين، ثقافتي ثقافة مفكر وإمام. أنا أعتقد أنه مو هذا مكان هذا البيت. البيت جميل وما في شيء ويناسب شخصيتك اللطيفة هذه وحضورك الجميل وتحديك، ولكن هذا الكلام اللي يحث على الأخلاق والمكارم هذا ممكن يجي في مجال الفخر. ممكن مو موضوع أني أحبكم مميز، أنا فعلا مميز، ما إذا قلت بصير مميز كذا أصير متصنع، هذا المقصد يعني من الموضوع كله. بديت النص يعني بشكل مستفز، إذا تكلمت مثل ما قال أبو عرار يعني إذا تكلمت اسمعوا يا حاضرين، وبعدين لينتهى. صحيح. فكأنه أقولك الكلام يعني الطيب دائما مفتاح الاحترام. نعم. الحين أقدر أتوكل على الله. الله يحفظك. الحمد لله سلمنا على الباب إن شاء الله. بالبنت اللي يمكن على الباب. زهلة عند الباب. ما لله. أحاول أضبط يعني لأني خربتها في المرة اللي طافت، قربتها مع الشعار مع العالم، بس الحين بحاول أضبطها. لكن إخوان الشعار، رحت ال 24 يا عزتي لكم، أنا القادم أدهى وأمر. رحت ال 24، ما رحت ال 24 الله يوفقنا وياكم، لكن تراني قدامكم هنا في كل مرحلة تلقوني قدامكم هناك.